برا انت قل وانا اقول الا. طيب مرحبا بكم. مرحبا حياكم الله، ورجاء لا تجلسون في شقتي ويطلعون منها. اوف رجانا لا تجلسون في شقتي ويطلعون منها والله. ليه؟ انتم خربتوا اغراضي وانتم ما تعطوني فلوسي نفسية. لا يا سعد قاعد تقرا من راسك. رجاء رجاء لابد تغييركم، فانتم ثقال طينة علي. طلقاء في ذا من زعله ما ادري والله. طيب كان معكم سعد القحطاني في كرة خبيث. اي يا اخوي والله اني خبيث ظل. معلش يا الهامور شكله بيجي الحين يركض. يقول مرحبا حياكم بطرد المهام. الترتيب بكره كالاتي اختصار، 2 و3 لا تنقص سرعتكم عن 100. ناصر والبي. يا سلام يا مرحبا اتشرف يا حبيبي. اما رقم 1 و4 و5 تراهم يمدحون الكشنه. الله الله فيها لا تنقص. مره ثانيه 1 و4 و5 1 4 5 محمد الشمراني وليد باصالح محمد عباس بكره كشنا 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 100 بعدين كشنا صح؟ ايه 100 بعدين كشنا ايوه 97 اقول لا خلنا نخلص. طيب بدو قري خيمه في المطبخ هنا. طيب 97 ما نبي انتم والجمهور واختياركم عاد. اختيار عكسي نجيب هاني. ثاني ايه رقم 8 و6 ورونا محتواكم. همش سعد القحطاني ورينا محتواكم. لا طيب وسبعة وثمانية جاي تستم شنو تعمل؟ وش دورة طبعا اليوم ما في نتائج لأن البارح قال إلى نهاية الأسبوع. أها نعطي إيه قال بنعطيكم النتائج إلى نهاية الأسبوع بعد 5 يوم يعني. الله يستر والله ساعد. شوف طيب بما أن المحتوى عندي أنا والشنب الرجال ذا، فرجاء لا أحد يغيب بكرة. كرامة لكم ولشواربكم تستاهلون. تبرك لكم الحشو. يا الله شوفوا لا حد يغيب بكره. يا صعيطه نغيب بكره نحاشي. لا بس تهايط انت واضح. ما بعد ما احتزمت بك. انا احتزمت بك. احتزم بس هذا المحزم المليان. جيب لنا الذبيحه اللي قلت عليها من هذا المنطلق. بما ان المحتوى عندنا بكره اطالب القناه والعاملين فيها ومن يسمعنا والمشاهدين ابراهيم النقيب وليد بصالح 300 ريال معطوني اياها رجاء يوصل صوتي. نطالب بكرة ما تضحك بالبراء. بكرة نطالب قهوة أم البراء على خشمي تبشر بها. بكرة أنا أطالب قهوة وفوقها حلا تدسم بالشوارب اللي ما تدسم إلا بالشحم. نشتي هكذا. إن جات 300 ما جات 300 مالك إلا مويت بيرين أنت وياه. أنا أطالب يعني أنت رح تصرف من 300 وعي ويتات. أنا أطالب جامعي. باقي شيء طرد المهام؟ لا لا ما عاد شيء. قلنا هي قلنا خلنا صوتك انت وياه. لا صوتي في ايه؟ صوتك شو يعني؟ 150 لا 300 مني 300 ريال مني انا منك انت. انسحب من كذا. ايه ما له صلاح. شباب عندي سؤال. خلي يسلمنا ال 300 الحين. عندي سؤال قدام المشاهدين. وش جمع رمضان؟ بعيد. يا عبد الله عطى 300. وش جمع رمضان؟ رمضانات قوية. انت تقصد غنمة؟ والله قوية. لا لا والله قوية. لا صدق والله ياسر عباس والله رمضان. رمضانات رمضانات أرمضة لا رمضان خلاص إذا تعرف خلاص خلنا نشوف رمضانات وأرمضة رمضانات وأرمضة رمضان ها رمضان رمضانات رمضان هذا بكس ثانية ذي رمض رماض رمض أرمضانات قريب عدة رمضانات والله إني صادق والله من جد إي والله من جد رمضة لا مش رمضة رمضان وإيش ورمضانات رمضانات أرمضة وأرمضة روامض رماضين ها رماضين رماضين والله اي والله عجب 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 وش بعد ارمضه تقريبا 4 جموع اكيد 4 جموع ما شاء الله كم وصلك الحين تبوا مويه شباب رمضه يا هاني شنو لا مش رمضه على كيفك رمضه رمضه هذه مضمضه مرضان ايش الف ايش جمع كشك طيب كشك ايش جمع رمضانات جمع كشك رمضانات اسمعوا اسمع رمضانات وارمضه بس ارمضه وارمضه شنو؟ و قلت لك رماضين قلت لك ارمضه عييت ورماضين قلت لك ارمضه وعييت لا والله قالها ناصر شنو؟ قال انا قلت ارمضه طيب اسمع يا هاني ها جمع كشك شنو؟ اكشاك لا لا كشكه جمع جك جكاكا لا احنا نقول جكاكا هذا وش هذا صدق ولا رجال جمع سوداني سالم جمع عندك راي؟ ايه عندك راي؟ نعم
ما على كيفك. ما كيف ما تقول عندك رأيك. لا ما على كيفك انت. ما حد سمع رايك. طيب سؤال تقول لي رايك. سؤال سؤال كارتي. ايش الفرق بين العفو والتسامح؟ الله الله محمد هلا والله يا رجال احنا في مدينه اللغه العربيه. الله كلام كبير يا ابراهيم. ايش غطيت العفو يعني العفو زال عند في نفسك كل شيء، زال ما في نفسك كل شيء. والتسامح؟ التسامح قد تسامح لكنك لا تنسى هذا الشيء في نفسك، لكنك مسامح. إجابة لذيذة. لذيذة. طيب لكنها سؤال أخير، إيش الفرق بين الفلوس والمال والدراهم؟ إبراهيم نجيب بقى تجاوب تكفى. دقيقة. لا لا أبغاك أنت تجاوب. الفلوس جاوب أنا. أنا بجاوب. الفلوس اللي هي الماني. المال إذا دخلت البحر وقلت أوه يا مال. صحيح انا عجبتني يا مان امان عجبتني الاجابه. ايه نسخه ثانيه هاني مقبل ساعتين وين؟ يا عيال عندي قصه يا يوسف عندي قصه بس انها ما